الحصار جاء يعني في وقت بالنسبة لنا جيد، وخصوصا يعني قبيلين على مقابلتين في المستوى اللي هما أمام أولمبيك خليفة والرجاء البيضاوي. فهذا الفوز هذا يعطينا حافز كبير باش نوجدوا أريحيا هذه المقابلات الجاية إن شاء الله بالعالمين. أولا كنهني اللاعبين على الروح القتالية وعلى يعني ولو تسجل علينا الهدف تعادل في الدقائق الأخيرة ما نزلوش يدو، وبقينا يعني كنفتشوا على الهدف الثاني اللي جانا في الوقت الميت. هذه حال كرة القدم، نقول مبروك لنا وهذه النتائج الأمس اللي كان شوية أطلع للاعبين خصوصا يعني داخلين باش يفوزوا وتصدروا الصدارة. فبعد أوقات يعني الفريق يعني كيلعب مقابلة جميلة وخسر. اليوم لعبنا مقابلة يعني اللي ما كانتش في المستوى الطموح ديالنا وفوزنا، فهذه هي كرة القدم. حنا أهم حاجة عندنا هما ثلاثة نقاط بحال اللي قلت لكم، يعني مباراة الحين سالت مباراة ديال الراك، نفكروا في المباراة ديال أولمبيك خليفة إن شاء الله رب العالمين، ونتمنى ونحسنوا الأداء ديالنا وخصوصا أمام الجمهور ديالنا.